السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بثلاث الأولاد، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والروال الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. يوم 18 بشهر 10 2022، هاد خيرة والروال لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان، اهلا بكم. حنا عند الغطاس كما تشوفوا يجيو عندو الحريف ديال الكزارة، الحريف ديال بن جعو شرياق، وكل واحد راجل مخير وراجل عندو شي حاجة زوينة معروف هنايا في الثلاث ولاد كما تشوفوا. الخيرة تنوريوها الجميع الحباب تاعنا في القرى في البادية في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، احباب تاعنا ما تنساوش تشاركوا معنا في قناة زيتون مرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب. مكتوب عليهم زيتون مرجان. شكرا لك. نحييو كل الاحباب تاعنا اللي ما جبدنا سميتو، كاينين الاحباب تاعنا غاليين وكثور في المشاهدين قناة الزيتون مرجان داخل الوطن او خارج الوطن. كاينين الاحباب تاعنا اللي بزاف والله ما عقلت على السميات، بغيت نحيي شحال من واحد كاتب لنا التعاليق او الكومنتات او معيط في التليفونات او في الواتسابات او في هادو، نحييهم كبيرهم صغيرهم الحباب تاعنا من شارك في قناة الزيتون مرجان، اهلا بكم جميعا. مازال غادي نعرفوا اثمينة، مازال غادي نعرفوا اثمينة هاد الخيرات نوريوها لجميع الحباب تاعنا في المكان. سير شوفوا انزل المكان كما تشوفوا القطبان تاع الحبيل او تاع الكبدة تاع كما تشوفوا. مازال غادي يورينا اثمينة. لوح الكرتونة. وانت ديال الاخر اصاحبي ديال الغطاس. قول لي يا سي بشحال تبيع الكيلو الغطاس؟ كيلو 2400. 2400؟ طيب ولا خضر؟ طيب طيب. طيب خبزو، أنا النوب عليك، أنا النوب عليك ياك؟ أي الخبز تنزيدو نتا الخبز، كي غادي الخبز عندنا رخيص الحمد لله. خبزة بدرهم. خبزة بدرهم الحمد لله. اللهم لك الحمد. خبزة. أيوا. أهلا سي بو شعيب، نهار زين. كان جاي يشم الريحة. يقلص يشم الريحة ويمشي. لا كاينين شي بعض انا داوي على شي وحدين او سلتوا الغطاس ياكلوا يسلتوا لي عارفهم انا واحد واحد. تبارك الله على جلول وما يخزنوش الزيتوني يخزنوا خاصهم يخزنوا لك الهي. قال لنا 2400 اللي بغى رابعه اللي بغى الفرك اللي بغى 400. طايفين خويا من طاليان مصايبات ولدو 50 درهم جا البارح اليوم قال هاك تخلص من عند ايوا ما عندي ما نقول. تبارك الله تبارك الله. خلص خلاص ولدي قال لك ما كان سالي ايوا ما عندي ما نسال. الناس اللي خايفين من ديناكم والي دين خايفين من الحرام. يا الله يستر. بشحال القديم تبيعيه؟ قديم بجوج دراهم. قديم بجوج دراهم اللي بغى 5 دراهم بغى 10 دراهم يجي عندو الحريف ديال بيع وشري الكزارة كل واحد تيجي عندو عندو شي حاجة زوينة. كاينين شوية أخرين كاينين شوية أخرين كاينين ماشي ما كاينين. بلا ما تخليو الشواية تسخنوا لي باش أهلا باش ما يعايرونيش الشوايه الاخرين. ما تعاير حد. ما
انا ما نعير حد. مرحبا. سلام، شرف نعمس. الله يحفظك. كما تشوفوه الخيرات معروف كما كنا هنا مع طيرنا هنا. هذا ما عندكم من دوار واسي ورغطاس؟ واش عندكم من دوار هذا ولا لا؟ عندكم من دوار ولا؟ هذا الله يحفظ منه واودي. كما قلنا الهبيل والكبدة والخيرات تبارك الله جميع المبارك كاينة عندو هاد الخيرات القدبان تنوريو لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان حبابتونا داخل الوطن وخارج الوطن. شوية خلاص محمد ما راه كنت هذا شريته قال لي يا موليدي الله يسهل لك. او اسامه ام الله يفيكم الغطاس والله الا راجل جيد ياك عمر له الدار والله راضي. سليمانه صاحبي كثيره اش في حالتي سليمانه تهلاو لينا بسليمانه سي ما تلاقيش ما غير سليمانه واحد حقنا 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 ولا ما تيقش فيه والله واحد واللي بغى يشوي عندكم شحال الغطاس؟ اللي بغى يشوي عندكم بخبزو ولا بلاش؟ بخبزو الكيلو ب 20 درهم تيقول لنا بخبزو اللي بغى يشوي وما بغاش ياخذ عند الغطاس الكبده ولا الهبيل وبغى يجيب من جهه اخرى ماشي مشكل عنده. تنحييو اي مشاهد قناة زيتون مرجان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا بكم جميعا. هذا أما الحق هاك يا
باقي يجي ليا هنا غير درك لي من عندي بحال عبد الله خايش الليل.